لا 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 يا عم بتعمل ايه يا عم؟ ازيك يا بابا؟ الحمد لله. بتعمل ايه ده؟ والله العظيم تشكك كده عايز الحزام مع ان كده كبرت في السن. بوم الفرحة المنتظرة، يعني فرحة دولية، دي فرحة مش عادية. اسمع يا خال، لو عندك مشوار اجله، لو عندك محل اقفله، عشان الليلة هتبقى دمار. وكلمة السر ازعاج مستمر، النهاردة يوم 5/5، يعني عيد ميلاد الشواريتو. النهاردة هيكون يوم ترشمة الترشمة، اليوم اللي اتولد فيه اسطورة اليوتيوب، عشان كده اليوتيوب لازم يولع النهاردة على فكرة مقلب. طبعا لا، الجو فكرش اللي كده معناه ان اليوم فقر، يعني عشان في عواصف ورياح. لا ده بس اللي يعني السقف يقول لي كل سنه وانت طيب، يعني بس لحد يفكر ان يوم فقر ولا حاجه. يوم 5/5، لا لا ده يوم حلو ومية مية ومحدش يقلق من حاجه. وبالمناسبه السعيده دي قررت ان انا اعمل فكره مجنونه هيشارك فيها معايا النهارده ابو حميد. المفروض ان ابو حميد العسليه معاك. يا ابو حميد قول بقى انت. معايا ماكينه وش لا النهارده شاور. النهارده يعني في عيد ميلاده قرر ان هو يتهور. انا برضو لسه بعرفك، انت مصمم عايز تعمل الحوار ده ولا شاوريته لما بيقرر لازم ينفذ؟ براحتك، انا هعرفك برضو. احنا النهارده في تهور ابو حميد. دلوقتي هنطلع على البيت. بص، عايزكم تحفظوا الشكل ده عشان ده هيبقى الشكل القديم. يعرفوا بقى ان شاور هيبقى له شكل جديد من هنا ورايح. كل الوش ده وكل الجسم ده هيبقى لامعه، هتتغير وكل حاجه هتتغير. جاهز يا ابو حميد؟ يلا بينا. يلا بينا على البيت. ودلوقتي يا جدعان زي ما انتم شفتوا، طبعا احنا مش هنستخدم المكنه اللي هي بتاعه الدبابيس دي، انا كنت بس بنخطفكم في بدايه الفيديو. احنا جايبين مكنه تانية. المكنه دي المفروض ان هي بتعمل زي لزق مش وشم، لان احنا طبعا عمرنا ما نعمل وشم، لان الوشم حرام 100% وما فيهوش نقاش. فالفكره بقى ان ابو حميد جاي وجايب لنا معاه مكنه، هنوريها لكم دلوقتي زي ما انتم هتشوفوا. المكنه دي بتعمل زي ايه؟ عارف انت كانك جايب مثلا قلم فلوماستر وبترسم رسمه، اللي هو ايه، بس طبعا بترسمها متقنه جدا، يعني مش اللي هو ششنا يعني. دلوقتي هتشوف تيست، يعني ابو حميد هيعمل تيست بس على ايده، عشان لو اتشلتش يبقى جت على احمد مش عليا. تقلقش يا عم، ما لازم. لا ما احنا نضمن. افرض حطيتها، ما بص زي ما انتم شايفين كده، شفتوا يا جدعان؟ في ثانيه شفتوا يا جدعان، هو ايده فاضيه، بيروح ممشي بس كده الجهاز على ايده، يروح ليزر كده كده وحبر بيتشال على طول جدا اصلا، عشان برضه نبقى مطمئنين 100%. امسحه كده قبل ما ينشف، انا عايز امسحه. وايبس لو عايز اثبته بقى، انا بثبته بقى معاك عادي. لا احنا مش عايزين نثبته، ثبته بيقعد مثلا يومين ثلاثه. ماشي، اللي هو ما يتثبش للابد يعني. فزي ما انتم شفتوا يا جدعان كده، الموضوع سهل جدا وبسيط. زي ما انتم شفتوا ايده رجعت زي ما كانت وانضف مما كانت كمان. عمل كده بالمنديل، راح مسح الدنيا والدنيا اتمسحت. فانا كده اطمنا ان الموضوع امان 100%. المفروض ان الفكره بقى تكون عباره عن في سرعه تظهر قدامكم دلوقتي جنب وشي كده، واحد شكله حرامي ما اعرفش ده ولا مسجل خطر ولا ايه، عامل وشه كله عليه ايه بقى، رسومات ووش حاجات شكله غلط كده، تحس ان هو اصلا هربان من السجن. انا زيه دلوقتي، انا بقى حاجات هنا وبتاع، وبعدين نشوف بقى ايه ردود الافعال على وشي وهو شبه مسجلين الخطر كده. يلا بينا نبتدي، عشان احنا هنقلع كمان، هنعمل تحت الهدوم، هنعمل ايه في الوش، وهنعمل في الجسم وفي كل منطقه، وعلى العضلات، هنعمل على البايسبس وعلى الترايسبس وعلى مش هنقول اسامي دول يعني، بس على كل حته. ده ايه ده، برفان ده ولا ايه؟ هو ريحه عرق طلعت لما قلعت التيشيرت؟ ريحه بطاطي طلعت؟ لا لو انت شميت ريحه عرق قول ما تتكسفش انت، بس اول ما قلعت رحت انت رشش على طول. ماشي كده، ايوه اطلع بقى على الساحل اقفل لهم هناك بلبوص، اقعد اعمل لهم كده بقى. تاني هترش تاني؟ دي بتعمل ايه بقى دي؟ ده برايمر بيديله سبات شويه وبيلمع، لو انت نزلت الميه عادي مش هيروح. ماشي، عشان نروح البحر بقى. عايزين بقى نعمل بقى شويه رسومات، عايزين نعمل لوجو سيمبا، لسه هنعمل ده، في رسومات لسه كبيره هتتحط. شفتوا ذا روك عامل كده حته كبيره كده على مش عايز اقول يعني اسم الجزء اللي هو على البنج كده، على البنج هنعمل برضه حاجات كبيره. سهرتنا صباحي النهارده. دي حته باتمان، دي حته باتمانه مطرطشه. حط شويه برفان دي بس عشان الثبات مش عشان الريحه، هو قال ان مش للريحه ولا واحده مطوه كده، عشان اي حد يفكر يتهور هيتعور على طول. يلا ولا خلينا في النص، في النص خليها تفلق البنجان. كده ماشي، ايوه كده، اللي هيقرب من من البنجات هيتعور على طول. هنا عندنا ماشي. بس لازم برضه نشتري حاجه من السوبر ماركت، بدل ما نقعد نلم ونعمل برق يدي مره واحده، خبطه واحده تجيب كل السجعان. زي ما انتم شايفين احنا هنا المفروض ان احنا من هنا بنختار الرسومات، اللي هو ايه احنا بنختار الرسومات. ممكن نعمل الزهره دي عشان ايه واحده كده. لو لعبت يا زهره. نبتدي دلوقتي نخش على الوش، وتاتو الوش ما فيهوش معلش كخ شارت هور. عايزين ندي واحده كبيره بقى، عايزين نخش على تاتو ضخمه، واحده عجله كده. طبعا احنا ايه برضو ايه منوعين، عاملين كوكتيل بحيث ان ايه يعني النتيجه النهائيه يبان ايه ان الموضوع ايه. زي ما انتم شايفين ده نوع مختلف، بس ده ايه هيبين الواقعيه اكتر، لان ده 3 دي. زي ما انتم شايفين ده ايه بقى التاتو اللي هو 3 دي بقى. دلوقتي يا جدعان احنا لاول مره احنا بنجرب، طبعا احنا دي جايبينها، ده مش احمد اللي عاملها يعني، دي احنا جايبينها من المكتبه لوحدها. فايه هنجرب ان شاء الله مش هتبوظ يعني، بس عشان نخوف ايه اللي هي تطلع بايظه وتطلع شيشنا يعني. مش يلا تيجي تشيل بالراحه. ده اسم الشركه طلع في كلمه تاتو طلعت
دلوقتي كمان على جسمي. طبعا يا جدعان التاتو اللي هو الحقيقي اللي بتحت الجلد ده بيعمل امراض مزمنه، عشان كده يا ريت محدش يعمله ومحدش يفكر ان هو يعمل تاتو، لانه بيلوث الدم بين صح، بيعمل تلوث في الدم وما تعرفش تبرع بالدم ودمك بيبقى ملوث، غير كده اصلا هو حرام شرعا يعني. ايوان ايمن ايمن، بس بنجاتك عامله مشكله معانا. اه البنجات عامله قلق هنا كده دلوقتي. مين بقى زاروكي ناو؟ مين بقى زاروكي ناو؟ طبعا دي ما يتشكش فيها ال 1% ان هي شيشنا اصلا. انتوا شايفين دي كده ايه؟ ده البنج كده بقت زاروكي كده، دي حته ايه زاروكي كده ايه؟ عشان ايه برضك احنا لازم نبقى الموضوع في صرف كده والدنيا تبقى ماشيه يعني، مش اللي هو شيشنا اي كلام ماشي. احنا كده غربلنا الجنب ده، هن ايه نخش بقى على الوش شويه شويه لغوصه على الوش، ولسه ده لسه الكتف ده يتملى وهنا هنولع الدنيا. يلا بينا نخش على الوش دلوقتي بقى يا جدعان. احنا هنعمل اجمد ديزاين في العالم، اجمد لوكو في المجره، اطرشه. شوف ده اللي هو اللي ممكن حد يقول ده شكله جامد، شيشنا جنبه. هنعمل سيمبا، سيمبا ده نعمله في وشي. جت نمسحها ونعدلها تاني، يعني نمسح الاثنين دول ونعد نديلهم، حاسس ان هم لزقوا في بعض قوي يعني، عايز يبقى في مسافه. يعني يا جدعان هنمسح بس نظبط الدنيا. طبعا احنا زي ما ورينا لكم ان ايه برضه نعمل تيست دلوقتي قدامكم برضه، عشان ايه لو كنتم مفكرين ان الحاجه دي مش هتتمسح، يعني لو طلعت مش هتتمسح هتبقى تصيب. كل ويك يا ايوه كده سيمبا. احنا هنا دلوقتي ايه بندي واحده 3 دي في الوش، عشان ايه محدش يشك في اي حاجه، كل اللي يشوفه يفكروا ان ايه شواريته بجد تهور. النهارده بدايه سنه جديده بالنسبه لشواريته، لازم يبتديها بلسعان. عمر شواريتو تشاينيز نيهاو. موضوع صعب يا جدعان، الموضوع يعني بنلخصه لكم في دقايق، بس هو الموضوع احنا قاعدين يعني الموضوع مطول شويه، كل حاجه بتاخد وقت، احنا بس بنصور لكم الخلاصه بتاعتها، عشان بس لو حاجه باظت تبقوا انتوا بتشوفوا برضو ايه حاجه وهي بتبوظ. الخوف كله في الفيديو يعني. دول احنا عرفنا ان هم بيطلعوا، دول عرفنا ان هم بيطلعوا، دول بقى احنا لسه ما نعرفش هم بيطلعوا ولا لا، يعني دي لسه الجنايه بقى الكبيره لسه لما تخلص. دلوقتي بقى نخش على الظهر، لان الظهر ايه فاضي زي ما انتم شايفين. نديله واحده كده ايه من دي، واحده عقرب كده. سبايدر مرحبا. هو انا مش شايف بس يعني حاسس ان في حاجه مطرطشه. عشان نكمل ولا كفايه كده؟ لا شويه شويه كمل شويه، نبوظ الويتش خالص. انا المطرشم، انا المطرطش، انا الفاجر، انا بطعيه، انا متاتو. حاسه بقيت شبه عصابات حواري شيكاغو اللي هم كده، تحس كده في الدنيا خربانه معاه في جسمه كده، كل جسمه مليان طرشمه كده وخرطشه. خربوش من سيمبا كده، سيمبا بيهلسج معايا، راح مديني ايه ثلاث خبطات كده، بتهيألي كده مرضيه او كفايه كده شويه التاتو كده. بصوا يا جدعان، المفروض ان اول واحد هيشوفني بالمنظر الجربوع ده هو ابويا. المفروض ان هو جاي من بره الساعه 5 بالظبط، قدامنا ربع ساعه. طبعا احنا هنقعد، المفروض ان هو يجي يقفشني متلبس وانا بعمل التاتو، يعني هو هيخش الشقه ابقى انا بعمل كان ايه، بعمل كده لعيد ميلادي بقى. وانا بقول له بابا انا كبرت بقى، انا دلوقتي مسؤول عن نفسي وانا حر ودي حريتي الشخصيه وبتاع، ونشوف بقى رده فعله ان هو هيسيبني حريه شخصيه ولا هيكسحني بقى ولا هيعمل ايه. فده اللي هنشوفه دلوقتي لما يجي. بصوا يا جدعان، المفروض ان وضع التلبس هيكون بالظبط عامل زي كده. انا بقى قاعد وابو حميد قاعد شغال كده الجهاز كده، المفروض قاعد بقى كانه لسه بيعمل لي طازه، وانا بقى عمال لا بالراحه كده لحد ما ايه نشوف بقى اللي هيحصل. ما اعرفش يعني لحد ما ايه، واحنا هنشوف هيبقى ايه اللي هيحصل. السلام عليكم. ازيك يا مين؟ لا 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 يا عم يا عم يا عم، ازيك يا بابا؟ الحمد لله. بتعمل ايه ده؟ ايه انا عيد ميلادي النهارده؟ ايه؟ عيد ميلادي النهارده. طيب بتعمل ايه؟ يعني الرسومات دي بتروح ولا ما بتروحش دي؟ ايه يعني عامل جزء وجزء كده، في منها مش في يعني. لا مش انت عارف ان ده حرام يا عمر؟ ولا ما تعرفش؟ لا مش كل، مش عامل كله حرام يعني، عامل جزء حرام وجزء اللي هو. لا يا عمر، اي حاجه منه تبقى حرام يا عمر. وانت انت يعني ما بتكبر بتخيب ولا بتبقى جدع؟ بابا انا فكرة بس ان انا دلوقتي خلاص تميت السن اللي هو القانوني وبقيت دلوقتي مسؤول عن نفسي. لا مش مسؤول عن نفسك يا عم، ما تعملش حاجه غلط، لان الناس بتتعلم منك زي ما قلت لك قبل كده، ده غلط، ما تعملش البتاع ده تاني. باشا بس ده تاتو عهد يعني. والله العظيم انت شكلك كده عايز الحزام معاك كده، كبرت في السن. بابا لا ده هو احمد اللي ايه؟ احمد لا بص بابا استنى بابا دلوقتي عندي 26 سنة. بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ الغيبة بتاعتك. استنى بس ده بيروح، والله بيروح. استنى بالله بس. بيروح؟ ايوه ما انا شايف حاجه زي الابره كده هنا. لا ما هو دي شيشنا كده، دي اللي هي يعني اللزوم. بص والله بيروح. بص هنا بص
طيب. لا لا ماشي يا عم بطلوا من الادب بقى. لا لا انت عارف انا عمري ما اعمل كده والله. طيب ماشي دي حته بس بالبربشه كده خلاص ماشي مفيش وقت كل سنه. طيب بقى كده وسام. طيب تحب يا عم انت. طيب ريس لا مش لدرجة الحزام للحزام لازم نستوب على طول على الاقل يا عمر. وانت مفيش لوش يدافع عنك. انا اعترف دلوقتي على طول. دلوقتي ان محتاجين ننزل بقى ننزل تحت بالنيو لوك كده نشوف الوضع عامل ازاي تحت. نشوف الناس هتقول علينا ايه دلوقتي. بصوا يا جماعه المفروض دلوقتي ان احنا هنروح نشوف ردة فعل احمد. هو اصلا عامل وشم فانا ما اعرفش ممكن تكون ردة فعله طبيعيه بس بقى ايه عين انا حته كده لاحمد كده ايه بقى ديسكو حته للديسكو دي. بصوا الحته دي خيط بقك ما تبرطمش جي قدامي ما تتكلم انا مش عطش. ايه انا انا عمال خريطكو مين احد خريطكو. طب انت اللي انت عامله انت مهلها اللي انت عامله ده. انت كده فكر نفسك جنجستر يعني ولا فكر نفسك انت عامل وشم. اتعلم الوشم بيعمل ازاي يا بره. طلعش ايه رايك في الوشم انت مجنون يا ابني ما بيطلعش ده. امال يعني بيطلع اسمه وشم بالصوره يا حسن ايه. بس لو داخل عركة وانت مش عايز اشتمك عشان ولا جوه يا جشع ابني. لا يا عم انت عامل بيت يا عم تقعدش معايا. ايه تقعدش معايا مش هستندبش امشي معاك بالمنظر. انت عامل وقت يا عم ده منظر وسخ يا ده. امشي امشي يلا يلا اطلع بره اطلع مش امشي معايا يلا 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 يا عم بره. هو بجد عامل وقت تطلع الهول يا عم وهلهل ايه وشك. انا عامل ايه ضهري في مكان مستخبي وبندى من اللي انا عملته. انت ايه اللي عامله ده ايه المنظر الزباله ده. يلا يلا بره يلا يا ابن هسوق يا عم يلا مش عايز نجاسة مش عايز مش طب انت عامل وش خلاص يا عم خلاص يا عم خلاص بس اجري بسرعة. اجري بسرعة ده مجنون ده مجنون خد القميص واجري. بس 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 انا اقول له ده وشم مزيف يا ابني وشم مزيف. انت صدق عمرك شهرين تعمل وشم حقيقي. مفيش عندي تاني بقول لك وشم مزيف. بص 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 التوتر ده راجل شاري ازاي. بص لازق اللي هو تاتي تاتو تاتو حرام يا اسطى الوشم حرام. انا مش عامله يا ابني ما تعملش الكلام ده. انا عملته وندمت مش عارف اشيل عشان الحديث حديث رسول ان الواشمه والمستوشمه في النار. يعني عشان بس انا نورت البيت بس يعني اللي بيوشم واللي بي يعني اللي بيز اللي بيعمل ايده المستوشم يعني اسمها الواشمه والمستوشمه. يعني اللي بيعمل التاتو اللي هو بيعمل بالابره واللي بيتعمل له الاثنين في النار. الوشم والمستوشم. دلوقتي بقى يا جدعان دلوقتي بقى يا جدعان في ايه بقى حاجه مهمه جدا بمناسبه عيد ميلادي النهارده. معمول ايفنت لاقوى عربيات موجوده في جمهوريه مصر العربيه النهارده يوم 5/5 فعشان كده هاخدكم معايا جوله اوريكم افخم عربيات في الجمهوريه كلها. يلا بينا نبص عليها. عمر شاور اللي نورنا من اول. اي حاجه احنا بنعمل معاك بيت ملابو معاك حبيبي عمر شاور جاي من ايه؟ من نص التصوير. عامل ايه يا حبيبي؟
طبعا حابب ارحب بكل الناس المحترمه اللي نورونا النهارده وكل الشباب الجميل ده. هو احنا مش في العيد ولا حاجه؟ وعايز ارحب باستاذ هيثم العسليه اللي كان سبب في كل الحاجات الحلوه دي ان هي تحصل. حبيبي صح. استاذ اسلام الخياط الصحفي بتاعنا صحفي طنطا المحترم. وطبعا الاستاذ الكبير بتاعنا مودي المنصور اللي هيديني ميداليه دلوقتي من الميداليات الحلوه اللي ربنا ينور الدنيا كلها. طيب يا قلبي كل سنه وانت طيب يا جوهر. طب ازيك؟